السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم في قناه مطبخ جميله دراما مع فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم بغيت نشارك معكم بهالطرطه اللي كنعتبرها انايا طرطه ملكيه، لانها كتجي رائعه ولذيذه وكتستعمل باسهل المقادير وكتعطيك هاد النتيجه اللي كتشوفوا قدامكم. كنتمنىها تعجبكم، وغادي دابا ندوزو مباشره باش نوريكم كي كتجي من الداخل. ودابا غادي نشارك معكم قطعة من هاد الطرطة كي كتجي من الداخل. هانتوما غتلاحظوا معايا كتجي رائعة هاد الطرطة. هانتوما شوفوا، هانتوما شوفوا الطرطه ديالتي كي كتجي الطبقات ديالها باينين كما كتشوفوا، والكلاصاج كيجي لامع. هانتوما الشكل ديالها كيجي رائع كما كتلاحظوا معايا. ودابا غادي نشارك معكم الطريقه والمقادير. غادي نبداو بسم الله على بركه الله باستعراض المقادير. بالنسبه للمرحله الاولى هي غادي نديرو الطبقه ديال لاجينواز. اللي غادي نحتاجو ليها جوج ديال البيضات من الحجم الكبير، نص كاس ديال الحليب، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، كاس ونص ديال الدقيق، نص كاس، كاس ونص ديال الدقيق، رشه ديال الملح، فانيا وحده، خميره وحده، وجوج ساشيات ديال الكاكاو. هادو هما المقادير اللي غنحتاجو للطبقه ديال لاجينواز اللي غنديرو فيها هاد التورته. غادي ندوزو للطريقه. بسم الله، غادي نبداو. غناخدو واحد البول، غادي نعملو فيه جوج ديال البيضات كما لاحظتو معايا، غادي نضيفو ليها رشه ديال الملح، غادي نضيفو نص كاس ديال السكر، وغادي نضيفو فانيا، وغنضربو هاد المقادير حتى يعود عندنا خليط ابيض. خليط بعد ما ضربناه مزيان ولعدنا خليط ابيض، دابا غادي نضيف العناصر المتبقيه. نضيف في الاول هاد نص كاس ديال الحليب كما لاحظتوا معايا، ونضرب الكل بالضراب الكهربائي حتى تجانس ليا العناصر. عاد غنضيف الزيت على شكل خيط ونخلط الكل. هالخليط عندنا ها هو واجد، انا تركته دابا جانبا، وخدت هذاك الدقيق كاس ونص كنغربلو، وكنغربل الخميره، وعاد من بعد غادي نغربل هادوك جوج ساشيات ديال الكاكاو. ها هما، انا خلطت العناصر كلها اللي غربلت، ودابا غنبدا نضيف فيها على الخليط ديال لاجينواز غير بشويه بشويه، وكنبدا نحرك بالضراب اليدوي. كنبقى نضيف في الطحين اللي عندنا حتى نكمل الكميه كامله. صافي، انا كملت الكميه الطحين اللي عندنا. كنحاول نخلط بالدراب حتى تجانس ليا العناصر كلها، وكنحاول نحصل على واحد الخليط
اللي ما خفيف ما ثقيل. هانتوما كتلاحظوا معايا، ها هو الخليط كيكون عندنا بحال هكا. دابا غادي نجيب المول اللي كتكون عنده هذيك القراصه من الجب، القطر ديالو 24 سنتيمتر، كنكون دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. صافي كنحاول نخوي الخليط ديال لاجينواز، كنحاول نهزي يديا الفوق باش تجيني مهويه. صافي وغنعملها في الفران اللي كيكون بارد، وعاد غادي ندير لي درجه الحراره 180 لمدة الطهي ما بين 20 حتى 15 دقيقة. انا عملتها دابا في الفرن، شعلت الفران، يلا شعلته، كيكون فران بارد. كنديرها على 180 درجة، كنديرها الوسط وكنخليها طيب، وغادي نرجعو نشوفو البقية. ها لاجينواز ديالي بعد ما جبتها من الفران، هانتوما شوفوا، انا غنحيدها دابا من المول، خليتها حتى بردت شوية كما لاحظتو، نحاول نحيدها من المول. هانتوما صافي غنحاول نقلبها، نحاول نقلبها، نخليها على هاد الجهه باش تجيني طبقه مقاده. لاجينواز رجعت ليها الاطار ديال المول بعد ما قلبتها، ودابا غادي نسقيها بكاس لاروب ديال الحليب اللي غادي نخلط معاه معلقه صغيره ديال القهوه السريعه الذوبان، وغادي نحاول نسقي هاد لاجينواز كلها مزيان، وغادي نتركها جانبا. هانتوما كتلاحظوا معايا، وغادي نتركها جانبا حتى تبرد ليا مزيان، وغادي نوجد الطبقه الثانيه، هي اللي عباره عن لاكريم. هانتوما معايا، بغيت نحضر واحد غاناش، بغيت نشارك معاكم العبار ديال الشوكولات اللي غادي نحضر به هاد غاناش. هو 160 غرام، انا درت جوج انواع ديال الشوكولا، درت شوكولا نواغ ودرت شوكولا ديال اكبيل، ثم الاختيار ديالكم. باش نوجد الغاناج اللي غادي نستعمله في لاكريم، انا استعملت هذيك 160 غرام ديال الشوكولات، وغادي نضيف عليه نص كاس ديال الحليب. بعد ما ذوبت الشوكولاته واحد شويه، هانتوما كتلاحظوا معايا، دابا غادي ندير هذاك نص كاس ديال الحليب، وغادي نرجعو فوق البوطه حتى تجانس ليا العناصر بجوج. ها الكناج هانتوما شوفوا كي كيجي، كيجي على هذا الشكل، ها هو واجد. دابا غادي نعملو في الثلاجه، غنخليه حتى يبرد، ولا بد الكناج نخليه حتى يبرد باش نضيفوه على الكريمه اللي غنوجدو. ودابا غندوزو باش نوجدو الكريمه ديالنا. بالنسبه للكريم انا غنحتاج هلالة، هانتوما هي هادي، كنستعمل نصف لتر ديال الكريمه هلالة، انا عبرتها. دابا غادي نديرها في هاد البول، وغادي ندربها بالدراب الكهربائي حتى تولي عندنا بحال شكل ديال لاكريم، وعاد غادي ارجع معاكم باش نشوفوا تتمه ديال الوصفه. ها هو الكناج بعد ما برد لينا في الثلاجه، غادي نضيفوه دابا على لاكريم اللي حنا طلعناه بالباتور، وغادي نكمل الوصفه ديالتي. دابا غادي نخلط بالباتور الكناج ولا كريم حتى تجانسوا ليا مزيان. هانتوما كتشوفوا، ها هي لا كريم ديالنا وجدات، هانتوما كتلاحظوا معايا كتجي على هذا الشكل. دابا غادي نضيف لا كريم على لا جينواز، وهي الطبقه الثانيه اللي حنا وجدناها، هانتوما كتلاحظوا معايا. صافي غنحاول نقادها على المول كامل حتى تقاد ليا هاد الطبقه ديال لاكريم، وغادي نرجع معاكم باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه. انا قاديت لاجينواز ديالي على الوجه ديال المول كما لاحظتوا معايا. دابا غادي نعمل المول ديالي كامل
في الكونجيلاتور ماشي في الثلاجه، في الكونجيلاتور حتى نحس بلا كريم شدت في راسها مزيان، وغادي ندوزو باش نوجدو الكلاصاج. بالنسبه للكلاصاج غادي نحتاجو ليه جو ساشيه ديال الكاكاو، ساشيه ديال الفاني، واحد 12 قطعه ديال الشوكولات غالا كنحتاجها غير هاد المرطوبات ديال الغالا، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الحليب، ونص كاس ديال السكر. غادي ناخذوا هاد المقادير كامله غادي نعملوها في لا كاسرول كما كتشوفوا. هانتوما ضفت السكر وضفت الحليب وغادي نضيف عليه الزيت وغادي نضيف ساشيه ديال الفاني وغادي نضيفو هاد جوج ساشيات ديال الكاكاو. غادي نعمل هاد الكاسرونه غنعملها فوق البوطه حتى تغلى ليا هاد الكاسرونه وطلع ليا فيها الغليه، عاد غادي نضيف الشوكولات اللي بقى لينا. كنعاود نقول لكم بانه راه 12 قطعه ديال الشوكولات عادي. ها هو الكلاصاج بعد ما عملته فوق البوطه، ها نتوما شوفوا كي كيولي حتى تعود فيه الغاليه بحال هذا الشكل. هذا غادي نطفي عليه البوطه، نزوله من فوق البوطه وكنعمل الشوكولات وكنبقى نحرك فيه حتى يذوب لي ديك كميه الشوكولات اللي انا عملته فيه. هانتوما كتلاحظوا معايا كنبقى على هاد الشكل حتى كيذوب ليا داك الشوكولات كامل، وكنحصل على واحد النتيجه زوينه لمعان. هانتوما شوفوا اللمعان ديال الكلاصاج، وغادي نخليه حتى يدفى ليا وعاد غنبدا نخوي فوق من التورته ديالتي. ها التورته ديالتنا جبدناها من الثلاجه، هانتوما كتشوفوا معايا صافي بردت، وهداك الكريمه شدت في بعضياتها مزيان كما كتلاحظوا معايا. هانتوما شوفوا صافي، دابا غادي نوجد باش نعمل فوق منها الكلاصاج. كنحاول ندير بابي سولفيغيزي وكنحطها فوق واحد واحد الطبيسيل صافي، وغادا نخوي فوق منها الكلاصاج. كنحاولوا نوزعوا عليها كامل، هانتوما كتلاحظوا معايا، وغنبقى على هاد الشكل حتى نكمل الكميات الكلاصاج اللي عندي. وهانتوما مع الصور هي التورته ديالتنا. كنحاول نوزع عليها داك الكلاصاج على الجوانب على كل شيء، وكنحاول نهز الكلاصاج من البابي سولفيغيزي اللي طاح، وكنحاول نديرو على الجوانب باش نقادها كامله وتعطيني نتيجه مزيانه. ها التورته ديالتي وجدات، كنتمنى تعجبكم وتفعلوا لي الجرس وديروا لي لايك واشتراك. كنشكر كاع الناس اللي انضموا لي جداد، وكنقول لكم سلام عليكم الى فيديو اخر.